الكاتب، أستغل الفرصة في البداية لأبارك لك على هذا المنصب الجديد، الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب. صباح الخير لك أستاذ الفاضلة ولكل مشاهدي قناة النهار، وبمناسبة السنة الجديدة إن شاء الله تكون سنة خير على الجزائر والأمة العربية كل، وكذلك أشكركم على التهنئة، وهذا فخر للجزائر وفخر للأمة العربية ولمهنة المهندس الزراعي. إذا سيد منيب، نمر مباشرة إلى ملف نقاشنا. كما استمعت قبل قليل نتحدث عن الاستراتيجية المهمة اليوم التي يسير عليها قطاع الفلاحة، وسؤالي لك ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت اليوم بالدولة إلى توسيع مساحاتها الزراعية؟ على كل حال كمهندسين زراعيين وكمتابعين للشأن وك يعني احنا داخلين في هذا العمل منذ مدة، تعهدات السيد رئيس الجمهورية اللي أطلقها على نفسه واللي نعرفها كلنا هي تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك يعني تنويع الاقتصاد الوطني، خاصة الاهتمام بالشأن الفلاحي والقطاع الفلاحي اللي يكون بديل يعني للمحروقات، يعني دخل المحروقات. اليوم الاستراتيجيه اللي حطها واصر عليها السيد رئيس الجمهوريه باش ينجحها في مجال القطاع الفلاحي وصلنا لها اليوم. كيف؟ وصلنا ب يعني ايجاد يعني مناخ استثمار ملائم من خلال قانون الاستثمار الى غير ذلك، من خلال يعني اتاحه الفرصه للمستثمرين سواء منهم العرب او الاجانب او غير ذلك الاستثمار في الجنوب الكبير، من خلال اعداد قوانين للاستثمار الفلاحي والتشجيع والدعم والى غير ذلك. هذا اليوم خلى الناس تندمج يعني آليا في مسار إنجاح يعني قطاع الفلاحة من خلال توسيع رقعة الإنتاج، من خلال تنويع الإنتاج، من خلال العمل على إيجاد أسواق خارجية، من خلال إقحام التكنولوجيا، من خلال التقنيين والمهندسين والخبرات الأجنبية. هذا كل شيء اللي خلانا اليوم نقطف ولو يعني جزء من الثمار اللي ما زال راح نقطفها ان شاء الله في القريب، نقول في المستقبل يعني المتوسط والبعيد ان شاء الله، حتى نحقق امننا الغذائي ونحقق امن القومي ونكون سله غذاء افريقيا باذن الله. كذلك سيد منيب، شراكات جديده مثلا نذكر الشريك القطري والايطالي، يوم امس كانت فيها شراكه جزائريه ايطاليه كذلك، هذه الشراكات كيف تساهم في تحسين الانتاجيه وخصوصا البقوليات بحكم يوم امس الشراكه التي كانت مع اذا المجمع الايطالي او اتفاقيه شراكه مع الشركه الايطاليه تتعلق بانجاز مشروع فلاحي وصناعي متكامل يضم كذلك البقوليات. يعني هذه الشراكات وهذه الاستثمارات يعني عرفنا منها فقط ممكن اثنان وهما اكثر من اثنان. عندنا كثير من المستثمرين الاتراك اللي راهم يشتغلوا في الجزائر هنا في الجنوب الكبير في مجال الحبوب وغير ذلك. عندنا كثير من المستثمرين الجزائريين واللي ماهمش باينين يعني وراهم يستثمروا في المساحات الكبرى في الجزائر. ما هذا يعني اللي شفناهم اليوم يعني كشركه بلدنا القطريه في مجال يعني اللحوم وفي مجال الحليب الى غير ذلك، وهذه الشركه الايطاليه في مجال العجائن وفي مجال التحويل الصناعات الغذائيه الى غير ذلك. يعني هذا دليل كبير على انه الجزائر الان تستقطب يعني العديد من المستثمرين والهيئات والناس وفتح ابوابها لتخلق الثروه داخل البلاد وتمكن هذه الاستثمارات بطبيعه الحال العائد تاعها راح يعود على سواء الساكنه المحليه في هذه تلك المناطق، راح يعود بالنفع على اليد العامله، راح يعود على اللي كنت قلت لك جلب الخبرات والتكنولوجيا الحديثه واستعمالها في مجال تنويع الانتاج وتحسين نوعيته الى غير ذلك، وبطبيعه الحال في تقليص الاستيراد وفي تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف ومن شتى انواع المنتجات سواء كانت حبوب، سواء كانت زراعات زيتيه، سواء كانت ان شاء الله الزراعات السكريه راح نسمعوا كذلك قريب العاد استثمارات كبرى انا اعلم ذلك مع شركات جديده ان شاء الله في مجال السكر في الجنوب الى غير ذلك. هذا الشيء اللي تكلم عليه كل السيد رئيس الجمهوريه تجسد بفعل الرجال الواقفين ان يقول والنضال المستدام لكل خاصة قطاع الفلاحة اللي يشرف عليه يعني العديد الكبراء الناس الأكفاء اللي وصلونا اليوم
انه حطينا صراحه مع بعض قاعده قويه لنبني بها لمستقبل الاجيال. احنا اليوم حتى ولو حققنا 5 ولا 10%، لكن مطمئنين وعندنا امل انه راح نواصل بنفس الوتيره ونحقق الشيء اللي اتمنيناه واللي ارسمناه في الخطط اللي حطها لنا السيد رئيس الجمهوريه، واللي رانا نمشي عليها واحده واحده ان شاء الله ونحققوها. بالنسبة دائما لتوسيع المساحات الزراعية، اليوم هي العقبات التي ممكن أن تواجه هذا الأمر؟ والله كل شغل وكل عمل طبيعة الحال راح يواجه عقبات وراح يواجه مشاكل وراح يواجه تحديات. نعم. إلا أنه نقول بالإرادة وبفضل العزيمة وبفضل النية الصادقة أعتقد أنه نوصل نحقق المبتغى. نقول في المساحات الكبرى هذه بطبيعه الحال تحدي كبير في الكهرباء، تحدي كبير في المياه، تحدي كبير في يعني في توفير مثلا الاسمده، تحدي كبير. صح، هذه كلها رانا حاطين لها خطط، رسمين لها خطط، يعني نقول انا محضرين انفسنا لها. تحدي كبير حتى في الدعم المادي من خلال مرافقه هذه المشاريع بالاموال، يعني من طريق عن طريق البنوك الى غير ذلك. كلها تحدي كبير في العامل البشري اللي باش يشتغل، سواء كانوا تقنيين او عمال عاديين ولا غير ذلك، كلها تحديات راح تواجه هذه المشاريع الكبرى والعملاقه. لكن ما ذلك على الله بعزيز، راح نقدر باذن الله نتخطاه هذه الصعوبات. لكن بالتحديد يعني لو نتحدث عنها بالتحديد، او نذكر مثلا تحدي واحد تحديين على الاقل. انا ما نقدرش نقول، انا بالنسبه لي كلها تحديات. نقدر نقول مثلا المستثمر، انا عينت المستثمرين في الجنوب، فعلا لازم تكون عندهم كهرباء باش يشتغلوا، ما يقدرش، لا مستحيل انه باش يشتغل بالديزل ولا بالمولدات الكهربائيه، مستحيل. نحتاج مثلا اليات كبرى لتغطيه خدمه هذه الاستثمارات، من جرارات كبرى، من محاور رش، من كذا. يعني نحتاج كما قلت مياه، لانه مجعلنا من الماء كل شيء، يكون ما يكونش كاين الماء وما نحافظوش عليه ما نقدروش نوصلوا بهذه الاستثمارات باش تنجح. حاول نعطيك 3 تحديات فقط، ولكن التحديات هذه احنا نعمل عليها. الجزائر الحمد لله ماهيش ناقصه طاقه، عندنا الطاقه، سواء طاقه الرياح، سواء الطاقه الشمسيه، سواء كذا، وبالتالي احنا متفائلين انه راح نوصل الى نحقق انه نوصل الكهرباء الى المحيطات كلها الكبرى هذه باش نخليها تخدم في الارياحيه. تحدي كبير الكهرباء الفلاحيه، المياه الجوفيه كذلك تحدي كبير لاستغلالها. المياه الجوفيه احنا مش محتاجين مياه، ولكن في حسن ادارتها واستغلالها، لانه لا ما نحافظش عليها ولا ما نعرفش نسيرها بطريقه عقلانيه، طبيعه الحال راح ترجع علينا بالضرر وعلى اجيالنا المستقبليه. هذا فقط 2 ولا 3 تحديات اللي يعني نقول لك انا عندي امل كبير، وكما نقولوا بفضل الاراده وبفضل العزيمه انه ننجح في تخطيها وفي تجاوزها ونوصل ان شاء الله للهدف المبتغى تاعنا. اليوم كيف تؤثر هذه التوسعات على الاقتصاد المحلي والمزارعين كذلك في الجزائر؟ شوف، احنا الجزائر الحمد لله شاسعه وواسعه وعريضه. عندنا مزارعين صغار اللي هما مثلا عندهم مساحات صغيره يعني محدوده، وعندنا مساحات واسعه وشاسعه في الجنوب، لكن هذا يستفيد من هذا، نقول هذا يستفيد من هذا، واحد يدي خبره من عند اخر، الاخر يدي التجربه يعني. ولكن في اعتقادي انه كلها تصب في منحة واحد، سواء من الفلاحين الصغار اللي تدعمهم الدولة وما زالت ترافق فيهم وما زالت تتعاون فيهم وما زالت كما نقولوا احنا تحمي فيهم، لأنه المنتجات المنتجين هذو الصغار وكذا لازم يجب دعمهم وحمايتهم. دعم نقولوا حمايتهم يعني معناها المنتوج تاعهم يعرفوا وين يسوقوه، نقولوا نوفر لهم هياكل التخزين، نقولوا نوفر لهم كذا باش حتى ما يندثروش ويبقوا وما يتعبوش لغير ذلك. نفس الشيء بالنسبه للمستثمرين الكبار، يعني منتوجهم هذا لازم نعرفوا وين يروح التسويق تاعه، ونعرفوا كيفاش نحولوه الى غير ذلك داخليا الى غير ذلك. لكن اعتقد كل هذا العمل وكل هذه الاستثمارات كي نجني الثمار تاعها، الاقتصاد بطبيعه الحال راح يظهر وراح يرجع كما نقولوا عنده ان يقول يكون بديل للنفط. وكي نقول بديل للنفط والمحروقات، نتاع في مداخيل النفط ومداخيل المحروقات، وبالتالي القطاع الزراعي اعتقد انه هو الحياه وهو الملجا وهو المخرج للاقتصاد الوطني باش يتطور، وباش كما نقولوا احنا ينمي كما نقولوا تنميه اجتماعيه واقتصاديه وكل شيء وسياسيه الى غير ذلك، في خدمه البلاد وفي خدمه ان يقول حتى البلدان الافريقيه، باش نكونوا فاعلين
نكونوا مؤثرين وما نكونوش متأثرين بالأمور الخارجية وغيرها والتحديات اللي تواجه العالم كل اليوم مع التغير المناخي. فيما تعلق بالتقنيات اليوم، هل هناك تقنيات جديدة يمكن تبنيها وهل هي متوفرة في هذا الإطار؟ العالم يشهد تطور كبير، يشهد تطور كبير حاصل في مجال التكنولوجيا، استعمال الذكاء الاصطناعي، يعني سواء في السقي، سواء في متابعة المزروعات عن بعد، سواء في المناخ، يعني متابعة المناخ، سواء في استعمال المياه العقلاني بالترشيد، استعمال بالتقطير والذكاء الاصطناعي الى غير ذلك، سواء في المعالجه، سواء في الاليات اصلا اللي تخدم الزراعات، يعني توجيهها عن طريق الذكاء الاصطناعي، هذه كلها يعني متوفره في العالم، يعني نقول في العالم متوفره في مختلف الدول، وهذه مش صعيبه علينا احنا في الجزائر، احنا بدينا درنا الانيشيتيف، جبنا الدرون، جبنا كوننا الناس، علمناهم ورينا لهم، ولكن اعتقد تجي بمرور الوقت شيئا فشيئا، المهم الناس اقتنعت انه فيه تطور، فيه امكانيه ان نطور الشيء اللي عندنا ونستحفظوا عليه ونطوروه، هذا يخلينا راح فعلا نندمج بصفه اليه في استعمال التكنولوجيا الحديثه وفي نقل التكنولوجيا الحديثه وفي استعمالها والاستفاده منها احسن استغلال. سيد منيب بوبيري الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب، نشكرك على المشاركة في هذا النقاش. نعود